بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. الوحدة التامنة الصف الثاني الثانوي، هنشرح البارت كامل بإذن الله، يعني هنجيب الجرامر معانا وهنحل الجزء الأول كامل من كتاب جيم. هنقرأ الكلمات ونجيب المشتقات والعكس والمضاد زي ما احنا شغالين، ونجيب الفعل والصفة ونعرف بنحل عليهم ازاي، وبعدين نقرأ نص الاستماع ونطلع منه الحاجات اللي هي مخرجات التعلم ونواتج التعلم في نفس الوقت، وبعدين هنحل كل الأسئلة بإذن الله تعالى مع التوضيح لكل إجابة. هنبدأ بسم الله. الوحدة اسمها هاي تيك ترانسبورت. هاي تيك يعني تقنية عالية، وترانسبورت اللي هي المواصلات، فعاوز يقول لي ايه مواصلات ذو تقنية عالية. اول كلمات معايا، اول كلمة expansion. expansion طبعا هي خلفت المرة دي، احنا بناخد ال s i o n وبننطقها جن، بس هنا مع كلمة expansion هننطقها شن. expansion اللي هو مبدأ او تمديد او توسع، انك انت هتوسع في الحاجة دي يعني، والفعل منها طبعا expand يعني يتمدد او يتوسع. فاشيليتيز يعني تسهيلات، فاشيليتيز تسهيلات او مرافق او حاجات انت بتعملها عشان تسهل للناس. طبعا قبل ما نخش عليها، انا عندي بقى الكونتراكت اللي هي عكسها، تساوي شرينج، يعني ان كانت اكسباند يتوسع، كونتراكت دي معناها ينكمش او يقل او يضيق، وتساوي شرينج في نفس الوقت. تمام. الفعل من فاشيليتيز تسهيلات اللي هي الاسم، الفعل منها فاشيليتيت، فاشيليتيت يسهل يمكن من، وهكذا. الهاي تك اختصار التكنولوجيا العاليه، طبعا تكنولوجيا عاليه. النتورك اللي هي شبكه الانترنت عموما او الشبكه. بوبليك يعني عام. ترانسبورت النقل والمواصلات. كلها كلمات سهله مش اول مره تعدي علينا. اد يضيف، اديشن اضافه، ادفانتج ميزه، وعكسها طبعا ديس ادفانتج، ودول خدناهم في الوحده السابعه، بروس والكونز المميزات والعيوب. اوثورايتي السلطه او الهيئه. سنترال حاجه مركزيه او متوسطه. لاين خط، اي خط، خط سكه حديد، خط مترو كده يعني. نوتس يعني يلاحظ. باسنجر راكب او مسافر. بيرسويد يعني يقنع. الكلمات سهله جدا وما فيهاش اي حاجه كتيره جديد يعني. كومبليت وكومبليت وكومبليشن التكميل والتكمله. كونكت يربط او يوصل. ديس ادفانتج العيب اللي احنا قلناه. ايكويبمنت معدات. اكسبكت يتوقع. جس يخمن. امبروف يحسن. انكريز يزيد او زياده. ولينس يعني طول المده. بعدين بريسايز اللي هو دقيق او محدد. كلمه جدول لها نقطتين، سكادل سكه كه كه سكادل، وفي نطق تاني بريطاني سيشل على طول، سيشل سيشل كده اهو. سايز حجم بقى. سيستم نظام. تيك بليس يحدث. قديمه. توتال ترام اللي هو الترام، زي ايه؟ زي المترو بس فوق الارض. اندر جراوند بقى ده اللي هو تحت الايه؟ تحت الارض. افورد يعني يتحمل شراء حاجه. افوردبل يمكن تحمل نفقاته. ايربورت المطار. افيلبل متوفر. تشيك ان يعني يراجع اوراقه قبل ما يسافر. دامج يتلف. درايف سواق يسوق. درايف لسه بلا سائق، خدناها في اولى ثانوي. الكتريك كهربي. انفايرمنتالي يعني بيئيا. جاز اللي هو الجاز. جيت اللي هي البوابه. امبورتانس اهميه. انستد يعني بدلا منه، تاخد اوف بعدها. اورجنايزيشن منظمه. بوليوتنج حاجه ملوثه. برايفت خاص. برودكشن الانتاج. بروتكت يحمي. ريبليس يستبدل. سكيورتي كنترولز اجراءات تحكم امنيه. فيكل يعني مركبه. دي برضو كلمات تاني كلها سهله. اريا منطقه. بريدج كوبري كلوز قريب. كوست ساحل. كونستراكشن انشاء او تشييد. كريت ينشا او يخلق. ديسجريمنت اختلاف او عدم اتفاق. داوت يعني يشك. انفاسايز يعني يؤكد على. اكزاكتلي بالضبط. فورست ايد اسعافات اوليه. فورم يعني شكل او فورما.
greater كايرو القاهرة الكبرى. interrupt يقاطع في الكلام. introduce يقدم. involve يتضمن أو يتورط. مونويل خط حديدي أحادي. networks شبكات. new administrative city عاصمة الإدارية. بلين خط او يخطط. بلوشن تلوث. ريال واي سكة حديد. كلها كلمات سهلة. سفر يعني ضاحية. تكنولوجيا تكنولوجيا. طن يعني نفق. الايديومز مهمة. along the coast عبر الساحل. around the world حول العالم. forms of transport وسائل المواصلات. agree with يتفق مع. bad for close to give up كل دي حاجات قديمة مش جديدة. importance of make notes over the next 10 years على مر السنوات عشان نعوز التعبير ده في المستقبل. take a test increase in زيادة فيه وعكسها decrease in اللي هي نقص. part of جزء من. blame for يخطط فيه. travel around work for يعمل لدى. المشتقات بقى connect وconnection وconnected متصل. construct يشيد. construction تشييد. وconstructive بناء او حاجة متشيدة. create وcreation وcreative. emphasize وemphasize وemphasize اللي هي تأكيد. emphatic اللي هي مؤكد. expand expansion expandable. improve وimprovement يعني كده كده بتقولوهم عشان نعرف الفعل والاسم والصفة. طيب نصر استماع وده مهم جدا عشان هنطلع منه ملحوظات كتيرة. بيقولي اول حاجة we hope احنا نتمنى. that all our passengers will. اول ملحوظة عاوزين نعرفها ان هو استخدم الفعل هوب وهو معناه يتمنى ويعبر عن المستقبل. وياتي بعده فاعل نتمنى ان كل الركاب او كل المسافرين. بعدين will والمصدر. will enjoy هيستمتعوا. enjoy استخدم بعدها الفعل ing هيستمتعوا بالخط 3 الجديد اللي هيتعمل في مصر. انتوا عارفين عندنا خطين وبيعملوا في التالت. this expansion التوسع ده بتاع مترو القاهرة. adds هيضيف 7 كيلو متر 7 كيلو متر and 6 new stations وست محطات جدد. 2 hour underground network للشبكة بتاعت المترو. الخط 3 will help people in the east of the city to get to work faster and more easily. الخط 3 اللي هيتعمل هيساعد الناس. هيلب تاخد بعدها مفعول وبعدين تو المصدر او المصدر بس هنا جاب تو المصدر. هيلب هيساعد الناس في المدينه يعني تو جيت ان هم يحصلوا على او يذهبوا الى او يصلوا الى العمل فاستر بطريقه اسرع. اند مور ايزلي وبطريقه اسهل. فاستخدم فاستر درجه ثانيه من الصفه. امور زائد ظرف اللي هو ايه ببساطه او بسهوله. because it connects هليوبوليس عشان هيوصل هليوبوليس بالسنترال ستيشن بالمحطه المتوسطه او المركزيه عدلي منصور. we expect يتوقع. نحن نتوقع ان 1.5 مليون راكب هيستخدموا الخط الجديد هذا العام. كلمه expect يتوقع تاخد بعدها مفعول وبعدين will والمصدر برضه. يبقى expect تاخد بعدها فاعل اللي هو المليون مسافر دول بعدين will use سوف يستخدموا المترو هذا العام. أنظمة الهاي تك أنظمة الهاي تك الأنظمة العالية من التكنولوجيا will used to build اللي استخدمت لكي تبني البابليك ترانسبورت سيستم في القرن الواحد وعشرين. طبعا استخدم هو وير يوزد تو علشان يقول لي جيت يوزد تو اللي احنا خدناها في الوحدة السابعة بس دي كانت يعتاد على مع العقل وهنا استخدمها بمعنى استخدمت فيه. فبعدين بيقول لي اند مور اكسبانشن ورك وعمل توسيع تاني مخطط له في المستقبل. بحلول 2030 وي اكسبكت تو هاف بيلت 3 مور نيو لاينز تو برينج ذا توتال نمبر تو 6. هنا بقى خلف الحاجه المعتاده اللي بتحصل. يعني استخدم اكسبكت اللي هي يتوقع وبنجيب بعدها طول مصدر دايما. وي اكسبكت تو وين احنا نتوقع ان احنا نفوز. لكن هو قال لي هنا لا وي اكسبكت وجاب بعدها تو هاف وبعد تو هاف استخدم التصريف الثالث علشان يقول لي وي اكسبكت تو هاف بيلد 3 مور نيو لاينز. نحن نتوقع ان نكون قد اكملنا بناء 3 خطوط جديده ليكون العدد 6. تمام. وي ار اوريدي بيلدينج لاين 4 واحنا دلوقتي بنبني الخط الرابع.
استخدم already مع المضارع البسيط، جاب قبلها am و is و are، وجاب بعدها ving. وطبعا كنا خدناها الفيديو اللي فات او في الوحدة السابعة always مع المضارع المستمرة عشان تدل على التكرار والمضايقة. هنا استخدم already بالفعل، بقى بالفعل شغالين في الرابع. تمام. طيب بعدين بيقول الخط الرابع والكونكت هيوصل الايست اوف ويست الشرق بالغرب بتاع القاهرة عند ميكة ايزو، وهيخليه اسهل بقى. طبعا ميك مفعول صفة، دي معروفة، درجة تانية درجة اولى بقى، وهيبقى اسهل الناس ان هم يسافروا حول المدينة. ومع ذلك وبسبب هذا التوسع الخط الرابع بعض القطارات سوف تكون متأخرة، ومن المحتمل ان تغلق بعض المحطات لفترات من الوقت. على الرغم من اننا ليس عندنا جدول دقيق او جدول محدد لبناء محطات او خط 5 أو 6 في اللحظة الحالية، ولكن expect to have والتصريف الثالث نتوقع ان نبدأ في بناء الخط 5 بنهاية النيكست يير العام القادم. We would like to thank all Cairo Metro passengers، عايزين نشكر كل المسافرين بتوع القاهرة for your understanding للتفهم بتاعهم while the building أثناء المبنى وأثناء العمل في المبنى، ونتمنى أنهم يستمتعوا بوسيلة مواصلات مستحسنة يعني. تمام. طيب آخر حاجة استخدم will have برضو وال بي بي وباي 2030، ده اللي هو زمن المستقبل التام اللي احنا هنشرحه. طبعا استخدم will و have والتصريف الثالث، والدليل اللي هو باي وسنة مستقبلية لسه ما جاتش. هنا بقى منحب نحل the Egyptian government الحكومة المصرية is carrying out، طبعا انتوا عارفين carry يعني يحمل، لكن هنا carry out يبقى بتنفذ. هتنفذ ايه بقى؟ بيقول لي بتنفذ a major، حاجة عظيمة حاجة كبيرة of the underground للمترو. فطبعا تلف ولا تطبيق ولا ضغط ولا expansion، طبعا بتنفذ توسع كبير expansion هي الإجابة. Our company الشركة بتاعتنا في الوقت الحالي ركبت أحدث كذا جهاز أمني اللي كلفنا فلوس كتيرة. أكيد هنا بيتكلم على الهاي تك، جهاز أمني عالي التكنولوجيا. بعدين بيقول لي the motorway، عاوز يقول الطريق السريع في مصر يعني بيوصل كل المحطات، طبعا كده بيتكلم على خط الطريق السريع. This advertisement، الإعلانات دي intended to increase، هتزيد نقط awareness الوعي of the risks of smoking، طبعا أكيد العام لعموم الناس يعني هيبقى عندهم فكرة بالموضوع. المودرن نقط سيستمز، المودرن كمبيوتر ايدوكيشن سكيورتي ترانسبورت، احنا في الترانسبورت يبقى اكيد بنتكلم عن الترانسبورت. نظام المواصلات العامه بقى ايه؟ هيبقى فيه تهديد شديد للبيئه. طيب تمارين تاني على يعني تشيك 2، بيقول لي بقى هاري اب اسرع، يو ماست نقط ان ذا لاست 1 اور، قعد ساعه على الرحله بتاعتك. ان دي تيجي مع تشيك على اساس ان انا بخلص اوراق السفر، يبقى الاجابة هتبقى تشيك ان، يخلص ورق السفر. when she got off the plane، لما نزلت من الطيارة مامتها was waiting for her، مامتها كانت منتظرها في الايربورت جيت، في بوابة المطار. بعدين الايميلز، الايميلات has largely نقط the traditional business letter، طبعا عاوز يقول لي الايميلات بتتبدل بخطابات، فكلمة ريبليس اللي هي يستبدل او يبدل. one of the main disadvantages، واحدة من عيوب العربيات هو الكذا جيزز، الغازات بتاعتها، which الدامج اللي بتدمر البيئة، يبقى البوليوتنج الغازات الملوثة اللي بتدمر البيئة. the information المعلومات عن المصل الجديد is freely not on the internet، اكيد عاوز يقول لي متاحة على الانترنت available. نركز بقى في الحل. the clothes الملابس، شركة الملابس دي بتخطط ان هي تعمل حاجة عظيمة في الاسكندرية وعايزة تبيع اكتر، يبقى الشركة دي عايزة تعمل ايه؟ عايزة تعمل تدهور ولا انحطاط ولا توسع ولا تقلل؟ طبعا اكيد طبيعي ان هي عايزة تعمل expansion اللي هو توسع. the leisure نقط in this hotel، الليجر اللي هو وقت، يعني كنا بنقول ليجر تايم وقت الفراغ او سبير تايم او فري تايم، فهي هنا بقى الحاجه الوقت اللي انت بتعمل فيه الحاجه اللي انت بتستمتع بيها. فبيقول لي الحاجات اللي موجوده في الفندق ده تتضمن ايه بقى؟
الصونا والجيم يعني تتضمن شوية حاجات كده، يبقى دي التسهيلات اللي موجودة، يبقى دي الفاشيليتيز. The machines الآلات which the new factory uses اللي بيستخدمها المصنع الجديد are very نقط which are the latest in the country. outdated ولا ancient ولا dated ولا high tech. طبيعي طالما بيتكلم بقى ان دي احسن حاجة واحدث حاجة مع كلمة latest يبقى هناخد الايه الهاي تك. النقط of veins and arteries. carries the blood بتحمل الدم around the body حول الجسم. عاوز يقول لي ايه بقى هو؟ القوة بتاعت الوريد والشريان هي اللي بتشيل الدم او بتنقله عبر الجسم ولا الجهاز ولا الشبكة ولا المحطة؟ اكيد النيتورك، الشبكة عموما يعني. بايلو بالقانون التدخين لم يعد مسموحا به اندور نقط بليزس. عاوز يقول لي في الاماكن العامة المغلقة، في الاماكن العامة المغلقة ما فيهاش تدخين. انفستمنت اللي هو الاستثمار ان نقط. انفراستراكشر في البنية التحتية has increased greatly، ازداد بطريقة كبيرة جدا في السنين الاخيرة. يبقى هنا الاستثمار في مجال ايه؟ في مجال الترانسبورت اللي هي وسائل المواصلات. تلاقي بقى ايه طيارات الماني بتشتغل في مصر وتكسب هي، واتوبيسات عمانية وكويتية كده يعني. الحكومة لديها الكذا علشان تظبط الايكونومي الاقتصاد، يبقى لديها السلطة، هي اللي متحكمة، الاثورايتي هي المتحكمة في المجال ده. The canal was built، القناة بنيت، to نقط the city with the port، عشان تعمل ايه؟ عشان تعمل توصيلة للمدينة بالميناء، يبقى connect. الحالات او الظروف في المستشفى have نقط greatly in Egypt، عاوز يقول لي حصل لها نقط بطريقة كبيرة في مصر في السنوات الاخيرة. اثبتت ولا ابتكرت ولا قطعت ولا امبروفد، اكيد هنا الظروف اتحسنت يبقى امبروفد. الايروبلين الطياره ووز كارينج اوفر، بتشيل اكتر من 500 كذا، اكيد 500 مسافر يبقى اخد باسنجر راكب او مسافر. الحاجه بتاعت الرئيس دي بتشمل يومين زياره للدوله الاجنبيه، يبقى الايه بقى السكادول الجدول بتاعه. التكلفة الكذا كانت الى حد ما اعلى شوية من ما توقعنا، يبقى بيتكلم على التوتال التكلفة الكلية هي اللي كانت اعلى مما توقعنا. البوليس يعتقد ان الكريمينالز المجرمين هروب اللي هم سرقوا البنك كانوا بيسوقوا ستولين نقط. ستولين انجين فييكل ستيشن باور، اكيد فييكل يعني مركبة، حاجة بتتركب وخلاص يعني وسيلة مواصلات بتتركب، فهم كانوا سايقين واحده مسروقه. الفيتامين بي 12 مي هاف ا رول، ممكن يلعب الفيتامين 12 دور مهم في نقط. فروم هارت ديزيز في الحمايه بقى من امراض القلب، يبقى عاوز كلمه يحمي بروتكتنج، ربنا يحمينا ويحميكم ويحفظنا ويحفظكم. التقرير عايز يقول يشمل هنا او يتضمن بقى الامبورتنس اهميه تحسين سيفتي ستاندرز. لا مش جايب، يبقى بيتكلم على emphasizes يؤكد، بيأكد بقى أهمية الايه، أهمية تحسين طرق الأمان أو معايير الأمان. while the spokesman was giving his report، واحد كان بيتكلم وبيدي التقرير بتاعه، الريبورتر المراسل بقى in the back من الخلف kept نقط هم every two minutes، يبقى بيعمل له ايه؟ طالما مراسل صحفي وكده يبقى الراجل بيقطعه في الكلام كل دقيقتين. العلماء هيعقدوا نقط من الاجتماعات، يبقى هيعقدوا فريق، مجموعة، سلسلة، سيريز، سلسلة، هيعقدوا سلسلة من الاجتماعات عشان يقولوا فيها كذا. more and more people are moving to the كذا، ناس كتير بتنتقل للكذا بتاع الكايرو زي القاهرة الجديدة، يبقى بيروحوا ديستريكتز مناطق اجزاء سابربس ضواحي بقى، ما اصل دي تساوي دي فهيبقى الاثنين لا، يبقى هي ضواحيه. العمل الكذا على الطرق الجديده يبقى تشييد بقى، يبقى كونستراكشن، تشييد الطرق الجديده حاجه متوقعه. الجيزه مترو بيسير في نقط اندر ذا ريفر نايل، في طن بقى ما طالما تحت النيل يبقى بيمشي في نفق. از
he read the reports عشان هو قرا التقارير. المدير نقط careful notes about them. Ran gave made invented. لا يبقى المدير كده made. made يعني عمل. ملاحظات كلمة notes ملاحظات تاخد made. All candidates اللي هم المرشحين يعني للوظيفة have to نقط attest هيؤدوا اختبار في اللغة ومهارات الكمبيوتر. give make devise take. لا يبقى هم كده take هياخدوا اختبار. انا لا اوافق اجري طبعا بتاخد ويز. I don't agree with. لا اتفق معه. الشركة بتاعت السائح دي وانت نقط as a result كنتيجة لأزمة كورونا العام الماضي. يبقى عاوز يقول لي ايه وانت او وانت اوف ولا وانت داون. وعاوز يقول لي جو داون اللي هي كنتيجة الفيروس كورونا يعني. المترو لاينز هاز موديل ولا ايه ده ميديت ايزر خلى سهل انك انت تسافر اراوند انك تمشي حول اي مكان بقى. افتر ا بريف يعني مختصر بعد حاجة مختصرة من خلال المدير الستاف ميتنج بيجان بدأوا الاجتماع. يبقى انترودكشن المدير قال مقدمة والاجتماع بدأ. The evidence الدليل الواضح كان not really مش حقيقي نقط enough ما كانش مقنع بقى يبقى عاوز كلمة persuasive ما كانش دليل ايه مقنع لاتهام الرجل ده ودخوله السجن. Through the national projects خلال هذه المشاريع القومية ال governmental plans الخطط الحكومية to نقط more jobs for young people بتعمل وظائف للشباب. طبعا يبقى to create عشان تنشئ وظائف للشباب ولا في وظائف ولا في نيلة. البريفنتيشن المنع ايضا بيلعب دور متوسط في المهم ان هو عاوز كلمة central عاوز يقول لي هي شبيهة في المعنى بكلمة ايه اكيد ميدل اكيد برضو رئيسي مين ايوه موجودة هي مين رئيسي. The test will involve الامتحان ده هيتضمن إجابة الأسئلة عن الفوتوغراف عن الصورة. الفعل involve طبعا involve يساوي include ولا invent ولا exclude ولا consist will involve طبعا أكيد طالما اللي هي يتضمن يبقى هناخد include. لا ده بيقول لي هنا opposite عايز عكسه عكس include شرحناها الفيديو اللي فات يبقى exclude اللي هي يستبعد. بالنسبة لي موضوع المستقبل. المستقبل المرة دي اسمه المستقبل التام. المستقبل التام. طيب ايه حكاية المستقبل التام ده؟ ده بيعبر عن حدث لسه ما اكتملش ولكن هيكتمل في وقت معين في المستقبل. يعني مثلا انت في ثالثة ثانوي دلوقتي. هتقول انا هتخرج بعد 4 سنين. فاحنا دلوقتي مثلا في 2021. انت هتقول في حلول 2025 هكون اتخرجت. هو ده المستقبل التام. حدث هيكتمل في وقت معين في المستقبل. طيب. بيتكون من ايه بقى? بيتكون من will have زائد البي بي. طبعا will اللي هي سوف وجاي بعدها have وبعدين التصريف الثالث. الرجل بيقول I'll have finished this report by midday. هما دلوقتي لسه في الصباح وبيقول لك بحلول منتصف اليوم هكون ايه? هكون خلصت التقرير ده. النفي طبعا انفي ويل تبقى ويل نوت. I will have finished this report until 5. لحد الساعة 5 مش هكون خلصته. لما اجي اعمل سؤال اعمل مقص بدل I will تبقى ويل I واكمل. وأداة الاستفهام بنفس الطريقة. البناء للمجهول بتاعه بتزود بعد هاف بين والتصريف الثالث. العربية بتاعتنا will have been repaired by tomorrow وهتكون اتصلحت بكرة هتكون اتصلحت بحلول غدا يعني. طيب يعبر عن ايه بقى? يعبر عن حدث سوف لا يكون قد اكتمل قبل وقت محدد في المستقبل. مش هيكون اكتمل قبل الوقت ده زي ما اتفقنا. by 8 o'clock يبقى انت عرفها
دايما يجي مع بايو فترة في المستقبل. بايو فترة في المستقبل بحلول الساعة 8 بكرة I will have سوف أعمل أرسل الخطابات يعني تمام. By next October في أكتوبر الجاي مش عارف المترو هيحصل will have been built هيكون اتبنى تمام. طيب يعبر عن حدث سوف لا يكون قد اكتمل قبل حدث آخر برضو في المستقبل. فبيقول I'll have read the book before I return to the library. أنا هقرأ الكتاب قبل ما رجعه لإيه للمكتبة. By the time my father arrives الوقت اللي بابا هيوصل فيه I'll have finished my homework هكون خلصت الإيه الهومورك بتاعي. الدليل بقى والأدلة before وباي وفترة 2000 ومعك من 2022 للآخر كل ده أدلة يعني تاريخ في المستقبل. By the time وتل وانتل ومعاهم برضو فترة مستقبل كلمة مدة وتايم مدة وتايم برضو دليل. My wife will not have finished مش تبقى خلصت تل حد الساعة 4. فبيستخدم هنا بقى روابط زمنية معينة علشان يوضح بيها الزمن. فبيقول لي before وتل وانتل وباي ذا تايم وباي كل الروابط دي بتاخد قبلها future perfect اللي هي will have will be be وممكن هنا يبقى present simple present perfect اي مضارع يعني. Before he arrives قبل ما يوصل اهو before وخد مضارع بسيط. I'll have completed the report وطبعا ينفع ابدأ بالجزء بتاع المستقبل زي ما احنا اتفقنا يعني هقول I'll have completed the report هجيب المستقبل فلاور وبعدين هقول ايه before he arrives تمام وهكذا وهكذا. ملحوظة نستخدم before وباي وباي the time لنقصد قبل وقت محدد في المستقبل. We will have taken the test by June هناخد الامتحان قبل ما جون ده يبدأ تمام. وتستخدم الكلمة time مع المدة قبلها لنقصد في نهاية هذا الوقت. في خلال 5 سنوات انا هبقى بدأت العمل. How much will you have done on your project in 2 months time in 2 months time اللي احنا بنقول عليها تمام. بيقول لي بقى هناك افعال تعبر عن المستقبل تلقائيا عند استخدامها زي الفعل want يريد expect يتوقع hope يتمنى predict يتنبأ wish يأمل need يحتاج وهكذا. الافعال دي لسه انت ما عملتش الحاجة بتاعتها. فبيقول لي لما هو قال في 2030 we expect to have هياخد بعد اكس زي ما انا اتكلمنا عليها في الشرح هاخد بعدها to have will be be تمام. طيب تعالوا نشوف بقى الحل. بهنا بقى بيقول لي wake me up صحيني الساعة 9. I not long enough by then هبقى نمت كويس قوي في لحد 9 كده. يبقى طبعا هناخد صيغة التام عشان الدليل موجود يبقى will have slept هبقى نمت يعني. طيب بعدين I think اعتقد يوم واحد لا I think one day every new book كتاب جديد نقط as an e-book عايز يقول لي هيتنشر يعني يبقى اكيد برضو هياخد صيغة الايه المستقبل will have published. will she will موجودة والفاعل يبقى هناخد بعدها have والتصريف الثالث يبقى have learned. رانا نقط the night shift by the time you get up in the morning عاوز يقول لي هتبقى خلصت او مش هتبقى خلصت الشيفت بتاعها لما تستيقظ في الصباح. will be لا will not have انا اخد التركيبة الصحيحة will not have والتصريف التالي. محمود نقط a good job in Cairo by the time he is 25 years old محمود will get will have got is getting will be get طبعا اكيد will have got عشان الدليل واضح وموجود. Could you please return in 10 minutes ممكن لو سمحت ترجع لي الحاجة دي في 10 دقايق. your room الحجرة بتاعتك will not by then يعني بحلول الوقت ده يبقى طبعا اكيد هتبقى ايه will have will موجودة يبقى هناخد ايه have cleaned هتبقى اتنظفت في التوقيت ده. طيب عشان ما نضيعش وقتنا الاجابات كلها هتبقى تركيبة الزمن اللي احنا شرحناها تمام. تعالوا بقى نشوف ايه انا شفتهم كلهم هتلاقوا الاجابة كلها will have والتصريف الثالث بس هاخد بعض الجمل اللي هي فيها تغييرات بسيطة
زي مثلا الجملة 18 بيقول لي I took my car، أنا أخدت عربيتي for service للصيانة، but I think it will not، بس أعتقد إن هي نقط بحلول الجمعة، عاوز يقول تتصلح يعني. طبعا هاخد have been والتصريف الثالث علشان هنا مبني للمجهول. كذلك الجملة 22، 22 after داليا، after من الروابط اللي بتاخد مضارع بسيط او مضارع تام بعدها، وتكون الناحية التانية will have والتصريف الثالث. يبقى after داليا has answered، will have will هتبقى has answered علشان خدنا مضارع تام كرابط، والناحية التانية will have والتصريف الثالث. الجملة اللي بعدها على طول will the documents، documents اللي هي الوثائق، فالوثائق دي مش هترسل ولكنها هترسل، فانا مش هاخد have sent بقى وانا مستعجل، لا هاخد have been sent، تمام. وباقي الجمل كلها زي ما احنا متفقين. اخر جملة 29 او جملة اخر اتنين يعني، shall I carry your bag for you، اشيل لك الشنطة، اشيل الشنطة بدالك يعني. فالراجل قال لها the right situation، الموقف الصحيح. ها هو بيقول الموقف الصحيح لايه، هي بتعرض عليه طبعا، يا ترى ده طلب ولا وعد ولا عرض ولا قرار، فطبعا اكيد ده اوفر، ده بتقول اشيل الشنطه بدالك، يبقى ده عرض المساعده وليس طلب المساعده. طيب انهي جمله صحيحه من ناحيه الجرامر؟ في خلال ساعتين I'll be looking، ما تنفعش. In 2 hours time I will have booked، ممكن تنفع، هنشوف. By yesterday I had booked the tickets، by yesterday I had booked the tickets، هي صح في زمن الماضي بس عايزين لها ايه زمن تاني بقى، لان بحلول امبارح باي وحاجه في الماضي بتاخد ماضي تام، وهو كده صح في زمن الماضي بس كنا عايزين زمن تاني، يعني بحلول امبارح انا عملت كذا حاجتين يعني. by tomorrow I'll book the tickets، بحلول غدا انا هحجز، او انا هحجز، هحجز التذاكر. طيب تعالوا من الاول تاني، الاولى مش هتنفع لان مش المستقبل المستمر، مش هينفع مع التعبير ده. طيب in 2 hours time I'll have booked the tickets، في خلال ساعتين هكون حجزت التذاكر. طيب الاخيرة by tomorrow I will book the tickets، بحلول بكرة انا سوف احجز التذاكر. طبعا انا شايف ان دي صح وكمان دي صح، تمام، لان الجملة ما فيهاش مشكلة تطلعها من دايرة الخطأ اللي هي نمبر بي، استخدم مستقبل تام عادي لان هو بيقول في خلال ساعتين هكون خلصت حجز تذاكر، بس هي نقدر نشيلها وناخد الاخيرة بس ليه، لان الحدث هو بيدور على اكتمال حدث معين، اكتمال، فتكون الأخيرة أقوى يعني. ولكن الاتنين أنا شايف كله صح من ناحية الجرامر بالنسبة لبي والسي ودي، ولكن دي في الماضي ودي في المستقبل التام ودي في المستقبل البسيط، تمام. التمارين العامة بقى على الدرسين بيقول لي in order to finance، finance إنك تبقى مالي يعني، إنك تعمل حاجة، حاجات مالية على المواصلات، الحكومة عملت بقى استثمارات محلية يبقى عايزة تعمل expansion، توسعات بقى. بعدين بيقول لي الهوتيل هاز سبيشال نقط، اكيد تسهيلات، تسهيلات خاصه اللي بترحب بالناس، يبقى انت اعرفها بقى، حكومه يبقى توسع، فندق يبقى تسهيلات، امشي كده. لايك موست كذا برودكت، زي معظم المنتجات، وين زي فيرست لما تبقى اول مره بتنشا يبقى بتتعمل بالهاي تك، يعني واحد هيعمل حاجه جديده يخليها كويسه او بعدين يبدا يضرب فيها بقى. شركة الكمباني البترول يعني بترسخ او بتأسس نقط اوف بامبس، يبقى بتعمل شبكة، شبكة للمواسير بتاعتها وكده عشان تعرف تظبط شغلها. levels of waste from the factory، النفايات بتاعت المصنع may be danger to not health، ربما تكون خطرة على، عاوز يقول على الصحة العامة، يبقى public health. الاتوبيسات هي أأمن شكل من أشكال، يبقى المواصلات، ترانسبورت. السائح دي ولا السياح، التورست. أوفيس، مكتب السياحة.
والهاف ماب هيكون عنده خريطه للاشياء المحيطه يعني علشان يرشد السياح هناك. يبقى السراوندنج ايه بقى؟ بيئه ولا طبيعه ولا جنسيه ولا اريا؟ اريا طبعا منطقه بالمنطقه المحيطه. ذا نقط ديت التاريخ الكذا والمكان بتاع الميلاد في الفيموس رايتر ار ان نون. طبعا يبقى المكان المحدد او الدقيق مش معروف. الاولمبيكس الالعاب الاولمبيه تيكس بارت بقى اللي هي تشارك لو في ان، طب ما فيش ان يبقى تيكس بليس اللي هي تحدث كل 4 سنوات. الموبايل موديل از ريليتيفلي نقط ات جاست 80 باوندز، عاوز يقول ان حوالي 800 جنيه بس. يبقى هنا بيتكلم على الاكسسبل ولا الانفيلابل ولا الافويدابل ولا بيتكلم على نفقه الشراء اللي هي الافوردابل، نفقه الشراء بتاعته 800 جنيه. يو دونت نيد اني سبيشال سبورتس، انت مش محتاج رياضات خاصه، نقط تو دو رانينج عشان تعمل الجري، جاست ا بير اوف رانينج شوز. يبقى بيتكلم هنا على ان انت مش محتاج ايه بقى، مش محتاج ايكويبمنت، الحاجات بتاعت الرياضه بنسميها معدات رياضيه سبورتس ايكويبمنت. ذا ميليتوري كامب سراوندد باي نقط فنس، محاط بسور علشان يخلي عشان يحفظه يعني. اكيد بيتكلم على الالكتريك، ما اتكلمناش عنهم، كنا المفروض نتكلم عنهم، احنا نسينا نتكلم عنهم، اللي هي الكلمات وشبه بعضها. الالكتريك فنس يعني بسور كهربي علشان ما حدش يخش. القصة بتاعت الكاتب الصغير ده اتحولت لتلفزيون كذا من 3 أجزاء، يبقى اتحولت لسلسلة تلفزيونية بتعرض على 3 أجزاء. ذا أوزون لاير، طبقة الأوزون بتشكل نقط تورير أجينست ذا سانز ريز، طبعا بروتكشن حماية على طول، يبقى ايه؟ حماية ضد أشعة الشمس. نقول التليفون ماله. The young architect، المهندس المعماري، didn't give مدناش give نقط when he had the baby. didn't give up بقى، لم يقلع عن الموضوع، لم يقلع give up، لم يستسلم يعني. When he finished his course، لما خلص الكورس بتاع الدراسة بتاعه اعتقد ان هو نقط 2000 new English words، اعتقد ان هو هيحفظ يعني، يبقى will have learned، هيتعلم بقى مع نهاية الكورس. You not enough German to communicate، يبقى انت لازم تتعلم الماني كفاية علشان تتواصل مع الناس اللي هم بيتكلموا الماني، يبقى نفس الكلام will have learned برضو، فوق جابها بالدي وتحت جابها بالتي. تمام. طيب I think that، اعتقد ان بحلول سنة 2040 السعر بتاع الالكتريك كارز، عربيات الكهربائية، نقط داون. طبعا تعبير واضح ان هو مستقبل تام، يبقى will have والتصريف الثالث، يبقى ناخد want have gone. By the end of this week، من نهاية الاسبوع ده كل اللصوص والنقط، عايز يقول هيتمسكوا يعني، يبقى اللصوص مبني للمجهول هنا عشان مش هيمسكوا هيتمسكوا، يبقى عايزين have been والتصريف الثالث will have been caught. تمام. by the time جاب بعدها مضارع بسيط، يبقى الناحيه الثانيه لازم تكون مستقبل تام، يبقى will have clean، ده الرابط اللي هو شرح واتكلم عنه. نانسي نقط to a new apartment of this time next year، نفس الموضوع، يبقى will have moved، ده هتنتقل لمكان جديد. زي نقط a new high tech، هما هيفتتحوا يعني مستشفى تكنولوجيا عاليه by the end of next year، بنهايه العام القادم، يبقى will have opened برضو. whenever happens، حينما يحدث in the future، في المستقبل، in 10 years، في خلال 10 سنين، we not up on driving our own vehicles. طبعا نفس الموضوع will have والتصريف الثالث، هناخد will not بقى المره دي، will not have given. The writer's new story، قصة الكاتب الجديدة، will not by the time the book fair starts، استخدم مضارع بسيط بعد الرابط، يبقى لازم يكون قبل منه مضارع تام، يبقى هناخد will have والتصريف الثالث، بس هو بيتكلم على قصة الكاتب، فدي مبنية للمجهول، يبقى will have been printed.
بعدين I'll send you an email، هبعت لك ايميل بكرة. ال situation الصحيح، الموقف الصحيح للجملة، هو هنا طلب ولا عرض ولا وعد ولا تهديد؟ انا سوف ارسل لك ايميل غدا. طلب لا، عرض لا، وعد تهديد لا، يبقى وعد، يبقى بروميز. ماشي، طيب، وده موضوع سهل، وبالتوفيق للجميع.